اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا ببساطه سهوله مرونه، معانا صدور فراخ مفرومه، هنعمل صينيه الرقاق بالفراخ الدجاج المفروم، ومش مقتصر بس على لحمه مفرومه ضاني او كندوز الرقاق، الرقاق منه الناشف ومنه الطري، جايبين الرقاق الطري الجميل الحلو، ممكن تعمليه سندوتشات فاهيتا، تعمليه مع مسخن دجاج حسب الرغبه، ازاي نعمل صينيه رقاق بتفاصيلها بتركياتها مع بعض مع دجاج مفروم، اعتقد ان الدجاج قليل الدسامه شويه مش دسم زي اللحمه الضاني. معانا النهارده البتنجان العروس الاسمر الجميل هنعمله بالدقه والطشه. ده طبق بيتحط جانبي جنب كشك جنب صينيه رقاق جنب طبق فته، السفره ما تخلاش من انواع المقبلات، انا انصحك تعملها في البيت زي البتنجان المخلل، طبق خيار سلطه، الحاجات اللطيفه ديت بتقوم بدورين، دور الطبق السلطه ودور المخلل. معانا البتنجان هنعمله النهارده بطريقه لطيفه وجميله. المفاجاه بقى النهارده وحقوق الطبع لدينا وبس مخرجنا الجميل التين الشوكي اللي في كل حاره وفي كل شارع وفي كل مكان رايحين جايين، اديني ثلاثه في طبق اديني اربعه في طبق، والراجل بصراحه هو اللي بيقشره، عشان انا اقشره ممكن اقعد خمس ايام ما امسكش السكينه من كتر الشوك. معانا التين الشوك النهارده هنعمله ايس كريم، مفاجاه ازاي نعمله ايس كريم بتفاصيل بسيطه وسهله زيه زي المانجا، هنشوف ازاي نقشرها وناخد طبعا الحاجات الجميلة اللي موجودة فيه ونعمله آيس كريم مع بعض. واعتقد ان التين الشوكي من الحاجات المفضلة وبتيجي في الصيف شوية كده وبتختفي، فاحنا بنستناه من الصيف للصيف عشان نعمله آيس كريم. هنطلع فاصل صغير والمفاجأة وحقوق الطبع لدينا وبس، التين الشوكي آيس كريم النهاردة، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحلقة، والجو والمنيو بتاعنا له تفاصيل وكل حلقة ولها ظروفها. حلقة فيها بتنجان مخلل أو بالطشة فالطبيعي لازم يتحمر ويتجهز اللي هو المزمبلاس أو التحضير، دايما يقول لك تظبيط الشغل أهم من الشغل. مخرجنا الجميل أنا خدت البتنجان العروس ونزلته في الزيت يتحمر علشان المفروض يبرد شوية قبل ما أحشيه الطشة والدقة اللي أنا هعملها دلوقتي. أهو البتنجان هنا في قلب الزيت أو بالشكل ده كده. أهو في طريقتين، الطريقة الأولى إنك أنت تفتحيه كده زي الجيب وتحمريه، دي رقم واحد أنا بحبه كده بصراحة. وفي طريقة تانية يتسلق في ماء مغلي مع عصرة ليمون وشوية ملح، وبعد ما يتسلق يتصفى من المية بتاعته ويتفتح ويتحشي. أيهما الطريقة الأفضل وبتبقى كويسة حلوة؟ الطريقة المقلية بصراحة، الشغل الطعمية والناس بتوع محلات الطعمية. بتنجان هنا زي الفل هنسيبه في قلب الزيت، دي خطوة خلصنا منها. ممكن نحمر معاه شوية فليفلة كده حلوين لزوم الشيء بالشكل ده كده. دايما لما بنجي نحمر طعميه او فلافل دايما الراجل بتاع الطعميه بيسبق الطعميه في الزيت بالايه عم الشيف، شويه بطاطس شويه بتنجان شويه فلفل، يحضرهم كده علشان الزيت ياخد لون والطعميه تطلع ملونه وزي الفل. انما لو قلي في الزيت مباشره، والدليل على كده لما انت بتشتري الطعميه وتحمرها في البيت في زيت نظيف ما بتبقاش زي بره ولا طعم بره. عارفه السر في ايه؟ سر في شويه البتنجان والفلفل والبطاطس اللي بتحمروا في الزيت قبل ما بننزل بالطعميه في قلب الزيت. حبيت بس اشرح الحته دي كده وانا شغال. حلو الكلام، تعالوا مع بعض نشوف مقادير صينيه الرقاق بالدجاج المفروم او بالفراخ المفرومه اللي هي الصدور، او نجيب فرخه نسحبها ونعملها صدور فراخ، ومعانا رقاق طري اللي هو خبز الشراك او خبز البر، ده موجود هنشيل الكيس من عليه كده عشان مخرجنا الجميل. ايه الحلاوه دي؟ اهو ده ممكن يتعمل سندوتشات شاورما وممكن يتعمل رقاق وكل حاجه. اهو اللهم صل على النبي، طري ومغطينه طبعا زي الفل. ايه رايك في الحلاوه دي؟ اهو ده الرقاق الطري، هنشيل الاطراف بتاعته عشان ما يبقاش عجينه، وهنعمله مع بعض دلوقتي صينيه الرقاق بالدجاج. ومعانا جبنه ومعانا دبس الرمان ومعانا معجون طماطم ومعانا بصل ومعانا توم، شويه بقدونس حلوين، تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. عايزاها سبايسي بتضربي في قلبها ارض فلفل حار حسب الرغبه. اول حاجه هاخد البصل والتوم والدجاج المفروم ده ونروح عند النار، وربنا يكفينا شر النار. حلو، ادي الدجاج المفروم شويه زيت زيتون، بسم الله الرحمن الرحيم. حلو كده، هنزل بالعود الروزماري ده في قلب الزيت، ناخد البصليه الحلوه الله على طول. العود الروزماري لما نزل على الزيت طبعا بيغير راحة الزيت
حتى البصلية كمان بتبقى ريحتها حلوة. ننزل بفص توم حلو كده زي الفل يا عم الشيف، نخليهم على النار وهم بيتحمروا على النار، شم ريحة حلوة. أنا نطفي النار دي عشان مش عايزها، مهم جدا. ولكن تحمرة البصلة باللون الحلو بتدي للدجاج لون وطعم بالشكل ده كده اهو، الله. والبصلية بتتحمر يا عم الشيف، بننزل بالبهارات بتاعتنا، البهارات اللي انت حباها بقى. صينية الرقاق دي بتبقى محرمشة شوية، تاخد شوية بابريكا، شوية فلفل، شوية كمون، شوية كزبرة، انت ورغبتك. حلو الكلام، ونقلبهم كده مع بعض. المدرسة المغذية بتقول ايه؟ لتحمير البصلة سريعا ويبقى لونها اشقر، بتعملي يا ست الكل؟ بتحطي معلقة زبدة واسطة. حلو قوي الفكرة دي، جميلة، عشان ما اقعدش اخليها على النار كتير تنشف مني. بس خلاص هنلاقيها احمرت دلوقتي وبقى لونها اشقر على طول. محمر. بس طبعا الزبدة لازم يسبقها زيت، ما ينفعش احمر البصلة في زبدة وبس، هتتحرق منك وتبوظ لك البصل. شفت البصلة خدت لون ازاي وبقت طرية وجوسي وزي الفل. ننزل بالدجاج المفروم. صدور دجاج بنجيبها من عند الراجل الفرارجي، بناخدها بنفرمها في الكبة أو بتقطعها بالسكينة أو بالمخرطة بتاعت الملوخية حسب الرغبة. صدور الدجاج فرمها سهل، أسهل من اللحمة، لأن طبيعي إن الأنسجة بتاعت الفراخ سهلة الفرم غير أنسجة اللحمة. هنقلب دول كلهم مع بعض، اللهم صل على النبي. خدت اللفه دي كده لغايه لما تتعصج معايا ويبقى ايه زي الفل. على نار شديده، سريع التقليب يا عم الشيف. البصلايه الحلوه ادت الفراخ طعم. ايه اخبار البتنجان؟ هو ده، ارفعه من الزيت ويقفل الزيت خالص. ونسيبه بقى يصفي الزيت براحته. شفت ازاي خط سير الحلقه بيبدا؟ انا ممكن اسيب البتنجان معايا على الطاوله واشتغل عادي، ولا ان انا حمرته وسبته كده على جنب وطفيت الزيت لان الجو حر، ما ينفعش ان انا بشغل اكتر من عين في المطبخ. عندك البوتاجاز مثلا 4 عيون، تعالى على نفسك وهي عين واحده بس تشتغل عشان درجه الحراره، وتبقي واقفه لطيفه كده زي الفل ورافه رايقه، ما تقفيش وقت كبير في المطبخ، ده الطبيعي. ايه الحلاوه دي يا عبد الشيخ؟ دي الدجاج المفرومه. حلو، بنعمل ايه يا عم الشيف؟ معلقه فلفله حلوه، معلقه هريسه حلوه، تدي لون وطعم. الله، شويه معجون طماطم. الله، ونقلب. تبقى صدور الفراخ جوسي كده وفيها طعم بالشكل ده كده. ونسيبهم يستوى على النار. حلو قوي، طبيعي بنحب شقشاء ميه صغير كده، كمان واحده. ونسيب الطاسه دي يا عم الشيف تستوي على النار شويه، ونجهز الصينيه اللي هنقدمها لضيوفنا فيها الرقاق. ويفضل ان الصينيه اللي هتعملي فيها الرقاق تقدميها للضيوف، افضل صينيه بايركس، الحاجه اللي عندك. زي ما بنعمل البصمه كده بتاعت الكنافه او بصمه الجلاش، تعمل في صينيه ممكن تقدميها في نفسها او في طبق مخصوص لها. الفراخ جاهزه هنا زي الفل، بنروق الدنيا عشان نقف رايقين. مطبخك يبقى رايق اول باول، تقومي تخلصي وجبه الغداء او تخلصي المطبخ بتاعك وقفتك في المطبخ، تقعدي مع اولادك على السفره تشاركيهم حبك للمطبخ وتسلم ايدك يا ماما. حلو الكلام لغايه كده؟ شايفين الفراخ في قلب الكسروله جميله ازاي؟ جيب لي كده حبيبي حبيبي والديك. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ سيبها على النار تستوي، وطبيعي كمان ان صدور الفراخ بتستوي اسرع من اللحمه المفرومه. نقف محطه هنا نسميها محطه الابداع، محطه الابهار. ايه بقى المحطه دي بتقول ايه يا عم الشيف؟ بتقول ان احنا نقدر نعمل بالفراخ دي مكرونه اسباجيتي بصوص الدجاج ده. حلو، نسلق مكرونه ونحطها على الوش ونقلبها وناكلها بقى الفانه وشفه. نقدر نعمل لازانيا بنفس الخلطة، نقدر نعمل مكرونة بينا بنفس الخلطة. حلو، فرصة ان احنا نتكلم عن الحاجات دي. ممكن نعمل كوسة بدل ما بنعملها كوسة جراتان باللحمة والبشاميل، نعملها كوسة جراتان بالدجاج والبشاميل. انا بديك افكار، كل ما بيجي على خاطري شيء بقوله.
مش ببخل بيه عشان تختاري، لان دايما انا بقول مع الشيف المغازي لا تفكري ولا تحتاري، هخليكي تختاري. شايفين الدجاج ايه الحلاوه وايه الجمال ده؟ الاخضر اللي حطيته ده حاضر يا فندم. بيقول ايه الخضار اللي انت حطيته ده؟ بص بقى يا غالي، فراخ، تحب الكزبره، تحب الكرفس، دي معلقه كزبره خضراء كده مفرومه حطيتها في قلب الايه الفراخ، تاخدها في حته تانية. تعالوا نجهز الرقاق بتاعنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ معايا دبس الرمان، باخد شويه كده بجود انا. طب ما فيش دبس الرمان ولا حاجه، هتعمل احسن مني. لا 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 لا، عسل مين يا فندم؟ حلو، صباح العسل. تعالوا مع بعض الرواق الجميل الحلو ده كده هنعمل فيه يا عم الشيف. الرواق الطري ده نعمله سندوتشات شاورما، نعمله سندوتشات فاهيتا. شفت الحلاوه دي كده؟ تقدر تعمليه حلو، تجيب الموز وتهرسيه وتحط عليه شويه عسل وتلفها كده، تبقى فطيره الموز او ملفوفه الموز جميله حلوه بالعسل. يعني ليك افكار كتيره ممكن تعمليها. هناخد الرواق ده نخليه معانا كده ونوسع الدنيا كده، ونجيب الصينيه اللي ندخلها الفرن مع بعض. اللهم صل على النبي. اهي جاهزه معايا البايركس ده، في منه المدور وفي منه بالشكل المستطيل ده كده. هناخد الرقاق دي كده، واللحمه بتستوى والفراخ بتستوى على النار. نعم يا غالي، ما انا لسه قايل دلوقتي مخرجنا بيقول لي ينفع نعملها باللحمه المفرومه بدل الدجاج. ممكن نعملها باللحمه المفرومه بدل الدجاج. سؤال لطيف وجميل. هتعمل ايه في الرقاق ده؟ بشيل الاطراف دي كده. مش عايز الاطراف دي، حتى لو بتعملي شاورما العيش ده طبيعي اللومه بيبقى فيها الاطراف دي. خليها على جنب، ممكن تحمصيه ده وتعمليه فته. اصبحت هنا معايا زي الفل، ثلاثه زي بعض دول كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحب ده؟ كده انا حطيت ايه طبقه من الرقاق بالشكل ده الحلو ده كده. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الفراخ دي بالجوس بتاعها ده كده، بالبهريز بتاعها ده كده، وننزلها هنا كده. هو ده، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، هو ده. الرواق يشرب بقى. الله، ننزله كده. حلو قوي، تمام. ونفس القصه اللي عملناها في الاول هنعملها دلوقتي على الوش. حلوه، ناخد شويه رواق كده، نحط دي كده هنا، ونحط دي هنا كده. عينيا، حاضر اهو. ناخد دي كده، بسم الله، زي الفل. ونشيل الاطراف يا عم الشيف. هو انا لو خليت الاطراف حد هيضربني على ايدي؟ لا، بس انا بعمل الحاجه اللي ممكن اعملها في البيت، فبحب اعملها لحضراتكم. ليه الاطراف؟ الاطراف دي عجين وبتعمل زحمه على الفاضي وكلكعه على الفاضي. حتى لو بتعملي سندوتش شاورما، شيلنا الاطراف. شفت انا شلتها ازاي؟ واجي اقطعها نصين كده، حلو بالشكل ده كده، واجي واخدها كمان كده مره اهو، واحطها على الوش كده زي اللازانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الحلاوه دي؟ شفت الشقاوه دي؟ انا شغال كده واحده واحده عشان لما نيجي نقطعها تبان قدامنا ايه قطعيه واحده. هنعمل دلوقتي خلطه او السقيه بتاعت الرقاق، عباره عن شويه حليب واتنين بيضه مع شويه بهارات حلوين، ونحطهم على الوش وندخلها الفرن. دي لازم، لان ده مش هيتعمل بشوربه لحمه ولا شوربه فراخ. السقيه بتاعته اللي انا هعملها دلوقتي حالا قبل ما ادخلها الفرن. انت طبعا هترصيها بطريقتك بقى. شفت الجوده كده؟ تاخد دي كمان شويه. زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل الخلطه اللي بقول عليها. عباره عن ايه يا عم الشيف؟ عباره عن شويه حليب واتنين بيضه وشويه بهارات حلوين. حلو قوي. معانا اتنين بيضه، معانا الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي كمان. حلو، نشيل دول كده، شويه الحليب حلوين عليهم. حلو قوي. بهاراتك يا عم الشيف مع المضرب. السقيه دي حلوه قوي على فكره، هتدي لصينيه الرقاق شخصيه. فلفل اسود، اساس الفلفل الاسود يا عم الشيف عشان زفرة البيض،
وشويه الملح الحلوين. حلو. مع سنه بابريكا حلوه وزعتر. بابريكا الله وزعتر. وبقلب البدره بنضربها. كده صينيه الرقاق خدت منها شغل ما خدتش الشغل. واعتقد ان صينيه الرقاق ديت وجبه غدا لوحديها. مع طبق بتنجان اللي انا عامله دلوقتي او سلطه خضراء زي الفل. هنقلب دول كده مع بعض اهو. تاني عملت ايه يا عم الشيف؟ حطيت بيض وحليب وشويه بهارات. فينا الاختيار بقى والقرار قرارك، ايه هو؟ البعض بيحبها بالجبنه الرومي المبشوره والجبنه الموزاريلا. الاطفال دايما بيحبوا الموزاريلا لانها بتبقى مطاطيه ولطيفه وزي الفل. تقدر تحط الجبنه الموزاريلا او تقدر تحط الجبنه الرومي. طب انت هتحط ايهما يا شيف؟ معانا شويه موزاريلا حلوين. هنوزع الخليط ده كده وندخلها الفرن دلوقتي، بس مش هحط الجبنه دلوقتي. الجبنه دي هحطها بعد الرقاق ما يشرب السقيه بتاعته. هزها هزه كده مخرجنا اهي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ في قلب الفرن درجه حراره الفرن عندي 180. يلا مع بعض. اللهم صل على النبي. اهو جاهز الفرن. يلا مع بعض. تعالي يا حلوه، تعالي يا بطه. الف هنا وشفها في قلب الفرن. بص عليها كده، ايه الحلاوه وايه الجمال ده؟ فيها خبره طهويه، فيها حب، فيها ابتكار، طعم والجمال في قلب الصينيه. طبعا بعد ما الرقاق بيشرب السقيه بتاعته اللي انا شفناها مع بعض، بطلعها بحطها عليها شويه جبنه رومي، ممكن احط شويه زيتون حسب الرغبه، وادخلها الفرن تاني تاخد وش البيتزا. سيبها لما تبرد وتقطعها خرطه خرطه. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي الايس كريم النهارده بالتين الشوكي الجميل الحلو، وهو اصابع ايدك بس الايس كريم هتاكل صوابعك وراها. تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الطبيعي انت في مطبخك التوفير، انت وزيرة الاقتصاد جوه البيت في كل حاجة، في المصاريف، في انك تكون اقتصادية، حتى من ولعة البوتاجاز. مفيش عندي شغل بقى، مش محتاج النار في حاجة. عندي ايس كريم مش محتاج نار، والبتنجان خدنا حمرناه، اطفي النار كده، يبقى انا هديت الحرارة جوه مطبخي، فرنك مولعت فيه. لقيت الفرن مولع، انا عايز اعلمك حاجة حلوة قوي. ولعت الفرن مثلا، هتحط صينية رقاق زي اللي انا عاملها دي والفرن شغال مسبقا، ايه المشكلة لو جبت 5 حبات بطاطس غسلتهم حلو وحطيتهم في الفرن؟ بكرة بلاش النهاردة، عملت البطاطس زيبوري، عملتها بطاطس مشوية بالكزبرة، هتطلعها كذا حاجة. عندك قرع عسلي وخدت نص القرعية وشويتها في الفرن، جيت مطلعاها عملتها بوري وحطيتها لها عسل، هتدعي لي وجوزك هيدعي لي. عندك بطاطا حلوة، اغسل البطاطا حطها في قلبيها، شويت بطاطا. عندك ذرة اشويه، استغلي ولعة الفرن في انك انت تدخلي حاجه معاه، يبقى استغلتي الغاز او الكهرباء اللي شغاله في ولعة الفرن، ما يبقاش الفرن جاهز وبيحرق غاز وبيحرق كهرباء على صينيه الرقاق بس. انت خدها مني اقتصاديا عشان تبقى وزيره اقتصاد ناجحه. حلو الكلام؟ هناخد الفلفل والبتنجان اللي انا حمرته، فاكرينه ولا ناسينه؟ اهو قدام عينيا وحياه عينيا. حلو قوي. تعالى نعمل الخلطه الحلوه مع بعض. فلفل حار طبيعي، طالما بنعمل بتنجان مخلل لو ما بقاش حار ما يبقاش بتنجان. بس الجو الحر ده ما بيحبش السبايسي قوي، بس برضو في ناس بتحب السبايسي في الجو الحر ده. طبق الفول، طبق البتنجان المخلل، شويه طماطم مخللين، والفلفل ده مش حار قوي على فكره. تسلم ايدك يا عم الشيف. حطينا فلفل حار، ورقتين نعناع حلوين كده، والمقادير على الشاشة. بتنجان عروس اسود او الابيض اللي انت حباه، اشكال والوان عند الراجل الفكهاني بتجيبيه. ومعانا نعناع، ومعانا كزبرة، ومعانا شوية شبت، ومعانا توم، معانا دبس الرمان، معانا فلفلة حلوة. الجديد يا عم الشيف، وهتلاقي الطعم ده بقى، ورقتين جرجير في قلب الخلطة دي. يا ويلي. جرجير والله بجد يا شيف. جربي اللي بقوله لك ده. هياخدنا في حته تانية. دبس الرمان حلو اهو، معلقه فلفله حلوه اللي هي الهريسه الحمراء، تتباع عند الراجل اللي هو اللي ايه بتاع الجبن والحاجات دي كلها، او برطمانات جاهزه، او تقدر تعملها في البيت. بتجيب الفلفل الاحمر، تشيل البذور بتاعته وتحطها في الشمس. الشمس يعني دلوقتي تشوي اللحمه، وبعد ما يتيبس في الشمس بتفرميه في الكبه وتحط عليه زيت زيتون وتحطيه برطمان، تستخدميه وقت اللزوم
فراخ مشويه، لحمه مشويه، شاورما. اخبار الرقاق نبص عليه كده، محتاجين نحط الجبنه عليه بعد اذنك. هنقطع كده على البتنجان وناخد الرقاق نطلعه بره، الله، ونحط عليه يا عم الشيف الجبنه الموزاريلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شرب. فين اللي انا كنت حاطه؟ فين السقيه؟ فين السقسقه؟ اهو هناخد الموزاريلا بنخلطها بشويه بقدونس حلوين وقلبها كده، او شويه زعتر واحطها كده على وشي. ليه؟ الله عليك يا عم الشيف. عندك زيتون حطي، زيتون اخضر، زيتون اسود، زي ما انت عايزه. قطعت شويه فلفل رومي مكعبات صغيره كده، حطيتيهم مفيش مشكله. لونيها، دلعيها. حلو. فين يا عم الشيف بعد كده؟ في الفرن. بس انا اعمل تركايه حلوه كده عشان الجبنه دي يا عم الشيف ما تشدش مني. اهو ايه اللي انت عملته ده؟ سقسايه حليب. يا سلام على الشيف لما اشتغل بمزاج. عالجبنه كده. يوم انا عملت عمليه ايه؟ توازن ودرجه حراره، الجبنه دي ما شدتش قبل ما تحمر. حلو الكلام، لان لازم تكون ايه؟ واخد الشكل. سخنه؟ سخنه. فين البتاع؟ ندخلها الفرن. يلا مع بعض. اللهم صل على النبي. في نفس المكان. دلعها. غازلها. حلوه. ايه الحلاوه؟ ايه الجمال ده؟ ابداع فرسان التلفزيون المصري. ناعمين يا غالي؟ في الكبه. هو ده اهو حبيبي يا شفيق. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ احنا حطينا، فاكر انت حطينا الجديد؟ الجرجير، ورق الجرجير مع النعناع مع التوم اللي هحطه دلوقتي اهو، مع الفلفله الحلوه، مع الفلفل الحار، مع عصير الليمون، مع سنه الشبت الصغيره. شفت الخلطه الحلوه دي كده؟ اهو الله عليك. خد الحته اللي جايه دي بقى، شويه بابريكا، الكمون عشان الغازات واللي ما عنده مشاكل مع القولون. حلوه. وناخد ده كده ونركنه على جنب، وناخد يا عم الشيف شويه زيت زيتون ومعلقه خل. ليه الخل بقى؟ عشان الباذنجان ده لما يتحط في الثلاجه يقعد معاك اسبوع، اتنين، تلاته، اربعه. الخل جايه من التخليل، يوم الخل يديله ايه؟ عمر. بس اوعي تحط خل تفاح، انت مش بتعملي سيزر سلاط. حذاري. حلو الكلام. فدول في قلب الخلاط وبنضربهم. يلا يا عم الخلاط يا صديقي. اللهم صل على النبي. معاك. اللي هيقول لي انا نسيت احط ايه بجد، هديله الباذنجان ده. المتابعين معايا واللي مركزين معايا، في حاجه انا نسيتها، حد يقول لي ايه هي؟ للامانه لا، الملح. اوعى. طب انا بس بمناسبه الملح هقول معلومه، يعني دي بترجع من الخبره وبترجع للسنين الخبره. الملح ده مش بيقول لك عيش وملح، الملح ده فيه سر عجيب. لو استخدمت اغلى انواع التوابل من البرازيل، من الهند، من اليابان، من الصين، من القمر، الملح الوحيد اللي بيفصل لك طعم التوابل من بعضيها. يعني حطيت كمون على كزبره، على قرفه، على قمر الدين، على جنزبيل، بمجرد ما تحط الملح كل نوع من انواع البهارات بتسمعي صوت ببقك، بتحسيه ببقك، حاسه الشم وحاسه الطعم. خلي بالك الملح. شفت بقى ازاي؟ هو ده. هنحط الملح، وربنا ما يحرمنا من الملح، يعني الضغط ربنا يكفينا شره. ملح طبعا حاجات كتيرة، ولكن استخداماته طبعا لازم تكون بحذر شوية. الأبيضين، الملح والسكر. هنقلب دول كده مع بعض. حلو. طيب عند الخلطه الجميله بسقطها كده على البتنجان. بص بقى الحلاوه، انا عايزك تجيب اللحظه الحلوه دي بالله عليك. البتنجان فرحان قوي. حطهم في التلاجة بقى، طلعيه من التلاجة، انت بتاكلي ايس كريم، بتاكلي مانجا، بس سيبوهم في التلاجة يبردوا شويه يا ام الله يرضى عليك. التخليله دي والتتبيله دي بتخش جوه البتنجانيه،
منافتح البتنجانية دي زي الجيب وقليته، فالخلطة هنا بتخش جوه البتنجانية، مش لازم تعمليه بإيدك يعني. لمع بالزيت. شفت البتنجانية على فين دي؟ أكلك منين يا بتنجانية؟ الله. شفت؟ والله العظيم لو قدامك ديك رومي، قدامك فخده ضاني، قدامك اي حاجه في الدنيا هتاكليها بنفس شهيه ان شاء الله، ودي فواتح الشهيه. انصحك تعملي المخلل، تعملي الطرشي، تعملي المقبلات جوه بيتك من صنع ايديكي. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير مع شويه بتنجان مخللين بيتكلموا مصري. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. لما بقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد، من مركز قوة، يعني خبرة بتلعب دور. تنجان ده عشان تاكليه يا ست الكل انصحك تحطيه في التلاجة مش اقل من ساعتين زمن، كأنك بتتبلي شاورما. شوف البتنجانية في ايدي، مانجا ومانجا ايه؟ مانجا فص وحياتك. هنرصه في قلب الطبق ده كده. حلو. معود جرجير حلو. التتبيله دي ممكن تخليها على جنب. تعملي بقى منها بقى، اسمعي مني بقى، عد على ايدك بقى. شويه طماطم هتقطعيهم وتحطهم في قلبيها، بيتها عامله طماطم مخلله. الله عليك يا عم الشيخ. شويه خيار هتقطعيهم حلقات او شرايح وتحطهم في قلبيهم، بقى خيار مخلل او خيار بالدقه. هنمشي مع بعض واحده واحده اهو. حلو الكلام. شويه فلفل زي اللي انا حمرته ده، ويبقى معاك نفس الطريقه. كوسه تجيبيها وتقطعيها وتقليها في نفس الخلطه دي، خلي بالك. مش هتقول لا. كل انواع الخضار. هنسقسق البتنجان. نسقسق البتنجان زي ما قلت لحضراتكم. الخلطه دي ما تترميش، احطها برطمان وخليها في الثلاجه، دي مكلفه، دي صرف. تعملي فيها ايه؟ طماطم، كوسه، خيار، ارنبيط. لو في ارنبيط خليها ورا كده زي الفل. اقدم الطبق ده كده لمخرجنا عشان عايز اعمل ايس كريم التين الشوكي. نعم، لانه في شوك يعني. بيقول لي ليه سموه تين شوكي؟ لانه بيشوك. ده انت لو الشوكه بتاعت التين دي جت تحت شفايفك ولا حاجه، والله ما تخليك تنام، ولا في صباع ايدك. خلي بالك انا مش بحبه من كده. شويه البقدونس الحلوين دول كده. خرجنا بيسال بيقول ليه سموه تين شوكي. عايز الفصاحه دي. فين البتنجان؟ اخليه فين؟ قول لي قول لي ولا تخبش. يا فندم. ده يتحط في المقدمه ده، لان ده مع فراخ مشويه ماشي، مع لحوم ماشي. طبعا اتعلمنا من الشيف المغازي وقواعد المطبخ بتقول لما نشتغل في الحلو لازم يبقى الدنيا حلوه معانا. نشيل البلانشه ونغير الجلافزات ونغير السكينه ونغير الشوكه. طبيعي. اي حلو بقى، حتى لو بتعملي مهلبيه، حتى لو بتقطعي بطيخه. العسل، الدوره اللي هنشتغل فيها ايس كريم، الكاسات بتاعه الايس كريم، الاسباتيولا بتاعتي ما تكونش عدت لا على بصل ولا على توم معانا. خلينا كده واحده واحده مع بعض، حتى انا ما بتشوفهاش كتير دي. دي الادوات اللي هشتغل بيها. حلو. نعم، حاضر يا غالي. عايز يشوف الهبر، صينيه الرقاق. طب نبص عليها مع بعض كده. ايه الحلال؟ ولا انت ابن حلال؟ جيت في وقتك يعني، كنت سبتني شويه كانت راحت. لازم الجمهور يدعي لك والله. ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ايه الصوره دي؟ انا عاملها بجد؟ مش مصدق. ايه الحلاوه دي؟ انا بنسى والله. تعالوا مع بعض نطلعها. يلا، هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلي بالكم لو ما هزرتش كده في عفريت في ايدك، الريموت كنترول. يا اما تقلب القناه، يا اما لا، انا عايزك لما تيجي القناه الاولى الساعه 1 بالظبط الريموت كنترول ده يروح في اخر اوضه من الشقه، حطيه تحت مخده ما انتش عارفه عنوانها. حلو. علشان ايه؟ عشان نشوف البرنامج وما نفكرش ان احنا نغير المحطه. حلو. صينيه، والله العظيم ريحتها جميله جدا. ايه الريحه الحلوه دي؟ بس بصراحه 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 انا بحبها مع الجبنه الرومي المبشوره.
بس انا ما لقيتش الجبنه رومي مبشوره، انا لقيت موزاريلا فاستغلتها. بس لو جبنه رومي مبشوره مع البيض ومع الطليق حكايه، بتقلب ريحه الشقه. جبنه الرومي بالذات المعتقه، حلو الكلام، او المبطرخه بيسموها. تعالوا نعمل ايس كريم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا والله بص لو في وقت هقشر التين الشوك، بس انا خايف يعني. هنسحب الحاجات دي كلها عشان نشتغل فيها مع بعض. حليب المركز، كريم شانتيه، ناخد كده الكريم شانتيه اهوت، بنسقطه في الدورق بتاعنا اللي بنشتغل فيه كل مره. دي العده بتاعت الايس كريم. كريم شانتيه معمول بحليب باودر، ونجيب كريم الشانتيه الباودر مع حليب مسلج او مرن. فين ده؟ ده بقدونس. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ انت عايز توريني الصوره الحلوه؟ انت مبدع يا غالي حبيبي والله. قريت يا باشا، ده انا حافظك زي ما انت حافظني حبيبي يا شفيق. مخرج مبدع، في كيمياء، والكيمياء دي لما بتتواجد ما بتفارقش الاحبه. ده الكريم شانتيه، خلصنا منه. حلو؟ تمام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد شويه العسل الحلوين دول، بما ان التين الشوكي بيبقى فيه شويه ايه؟ مزازه. يا ويلي، يجعل ايامنا عسل يا رب. قولوا امين. حلو. ننزل على العسل بالحليب المركز. الله. حلو قوي. نيجي بقى لمين؟ لعم التين الشوكي ده. انا خايف امسكه. هنجيب شوكه كده. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. ونهرسه كده. الله. وتجيب المستويه. ويا سلام لما تاكلي بقى الايس كريم ويطلع لك التين الشوكي كده تحت اسنانك وانت بتاكلي، زي المانجا مثلا لما بناكلها بتلاقي فيها طعم المانجا وعصير المانجا وسموزي. ده التين الشوكي جاهز اهو. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنجيب دي كده هنا. بسم الله. طاووس. حلو. نشيلها كده ونحطها جانبي كده، وناخد الحاجات الحلوه اللي احنا عاملينها دي كده هنا واحده واحده كده. اللهم صل على النبي. ايه او ايه ليه؟ دي مانجا ولا تين شوكي؟ ايس كريم تين الشوكي حصري. ممكن تعمليه سموز على فكره، ممكن تعمليه عصير. نعم يا غالي. هو انت ليه عايز تشوكني؟ هشرح لك واحد. حاضر، معانا وقت؟ ايوه اللي اعرف اشرح لك، ما لابس جلافزات ما تقلقش، معناش وقت. حاضر. المهم ان انا بشتريه بتقشر جاهز، بتلبس الجلافزات زي ما انا لابس كده، بتقشريها بسكينه صغيره تطلع معاك زي الفل. تعالوا بقى نخلط ده كله مع بعضه كده اهو. يا ويلي يا ويلي. يتحط ده طبعا في الديب فريزر يتحط. العسل مع الحليب المركز مع الكريم شانتيه. الله. ايام الحر دي وايام الصيف دي عايزه ليه؟ تين الشوكي ده ايس كريم. لو شافنا الراجل اللي بيبيع التين الشوكي اللي بشوفه على ناس الشارع، بدل ما بيبيع الواحده بخمسة جنيه هيبيعها بعشرين جنيه. لقينا ايه؟ وظيفه تانية لتين الشوكي اللي هو الايس كريم. حلو. تسلم ايدك. شيل ده كده، نخليها هنا ونجيب الكاسات الحلوه دي يا عم الشيف، يبقى في المقدمه هنا. يستاهل والله الاختراع ده، لازم يستاهل. ونصب كده. الله. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحاجات اللي بتنزل دي؟ كمان واحده، كمان واحده. على فكره تقدر تحطها في الديب فريزر شويه على ما نتغدى، نضرب صينيه الفراخ دي مع البتنجان ونحل بالايس كريم بتاعنا ده. وما تقولوش للضيوف ده ايس كريم ايه، هم اللي خلوهم اللي ايه يعرفوا التعامل ايه. على فكره مش عيبه يعني، انتوا تقولوا لهم انا عامل لكم ايس كريم، واللي هيقول ده ايه هديله اتنين تلاته وهو ماشي. عندك حماتك، عندك ماما، لو قلت يا مامي ده ايه، لو قلت يا حماتي يا حلوه ده ايه، هديكي اتنين تلاته تكاوي وانت ماشي. حلو الكلام. تقدري تعملي حاجه حلوه بقى،
انا مخرجنا عايز نخلص حلو الكلام، وانا حشر شويه عايز اقشر روتين الشغل، فانا هنهي الحلقه واستاذن مخرجنا اقف جنب الايس كريم ده اقشر حبتين تين وازين بيهم الايه الكاسات الحلوه دي كده عشان الضيوف يعرفوا ان ده ايه ايس كريم تين شوك. يلا بينا يلا بينا. حلقتنا النهارده تفاصيلها صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. عملنا صينيه الفراخ الحلوه بالرقاق وشفنا تفاصيلها، وعملنا شويه بتنجان مخلل هم على السفره البطل على فكره مع كل حاجه زي الفل، وعملنا ايس كريم تين الشوكي وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، يعني نقول رؤيه وفن وابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.